السلام عليكم متابعينا الاعزاء، متابعي قناه دعم مدرسي. اذا بعد ما شفنا اول درس من دروس الرياضيات بالنسبه للمستوى الاولى والاعدادي اللي هو لي زوبيراسيون سور لي نومبر اونتي ديسيمو اي ديسيمو بوزيتيف، يعني العمليات على الاعداد الصحيحه الطبيعيه والعشريه بوزيتيف يعني اللي هي الموجبه. شفنا فيه بريوريتي دي كالكول، يعني الاولويه ديال العمليات، شكون كنسبق وشكون كان اخر. شفنا فيه لا ديستريبيتيفيتي يعني التوزيعيه، شفنا فيه لا فاكتوريزاسيون يعني التعميل. دابا جا وقت لي زيكزيرسيس كما وعدتكم، وبالنسبه للرابط ديال الدرس اللي باقي ما شافوش غنخليه كذلك في اسفل الفيديو، وهاد لي بي دي اف حتى هما غنخليهم لكم في اسفل الفيديو، اللي بغى يسبق ياخذهم يخرجهم عاد يرجع يتاكد من الاجوبه فيكون احسن. اذا غادي نخدموهم ونعاودوا نراجعوا هذوك القواعد اللي كنا شفنا. اذا غنبداو بهذا. هنايا السؤال الاول، كالكولي لي زيكسبرسيون سويفونت اون ديتايون لي كالكول، يعني غتحسب هاد التعبير اكسبرسيون هو التعبير، يعني هاد التعابير هادو هاد الحسابات هادو اون ديتايون لي كالكول، يعني داكشي غتخدم داكشي اللي شفناه في الاولويه ديال العمليات. شكون كنسبق؟ شفنا العمليات بدون اقواس سون بارونتيز اي لي كالكول افيك بارونتيز، والعمليات ولا الحسابات بالاقواس. ملي كيكون عندي الاقواس دائما كنسبق داكشي اللي بين قوسين فو، حتى كنحيد كاع الاقواس عاد كنتبع العمليه عادي. الا ما كانوش عندي الاقواس بحال هذه، شفنا ان لا بريوريتي يعني الاولويه كتكون الضرب والقسمه، وعاد كندوزو للجمع والطرح. حنا غنطبقوا دابا هذا الشيء، ما غاديش هنا كاينين 6 لي زيكزيرسيس، كل اكزيرسيس فيه بزاف ديال التمارين. اذا غنحاولوا نختاروا منهم شي وحدين باش ندوزو للورقات الاخرين، وغنخلي لكم نتوما الباقي تنجزوه ان شاء الله. واللي لقى شي صعوبه في شي عمليه يخليها في لي كومونتير، ديك الساعه نحط ليه الجواب ديالها. غادي نبداو بشي حاجه اللي فيها لي بارونتيز. نبداو بهذه الاولى مثلا، هذه سهله. عندي ا ايتيغال ا 12 موان 3 بلس 5، ياك. دائما اون كومونس اون ايفيكتو لي كالكول اونتر بارونتيز، كنجزو العمليات اللي داخل الاقواس. 12 كنخليها ناقص، اذا هنا 5 مع 3 راه هي 8. عاد كندوز ندير العمليه ديال الطرح هنايا اللي هي 12 ناقص 8 12 موان 8 ايتيغال ا، وكنكون هنا خرجت هذه العمليه هذه باحترام لا بريوريتي دي كالكول، يعني بالاولويه ديال العمليات. غنشوفوا هاد دي، هذه عندنا دي هنايا شنو فيها؟ 5 زائد 11 في 4 زائد 3 قسمة 3 ناقص 7. إذا هنا لا بريوريتي لمن كتكون الأولوية لمن كتكون؟ كتكون للضرب والقسمة فهم. عاد كندوزو للعمليات الأخرين. إذا غنخلي 5 وغنحسب 11 في 4 اللي هي 44، ونزيد 3 قسمة 3 اللي هي غادي تعطيني 1، وعاد نزيد وعاد نقص هنايا 7 فو. دابا بقاو عندي غير الجمع والطرح، اذا كنمشي قلنا من اليسار الى اليمين كنتبع العمليات بالوحده بالوحده. واخا غندير 5 زائد 44 هي 49، صافي درت العمليه الاولى ياك. ثم دابا غندوز 49 زائد 1 هي 50 ناقص 7، 50 ناقص 7 57. دابا نتوما غتقولوا علاش حنا باقي نخدمين هادشي بحال الا في التحضيري، ندير زائد بوحدها وعاد ندير ناقص بوحدها، راه هادشي لان هادشي اللي مطلوب في السؤال. قال كالكول لي زيكسبرسيون سويفونت اون ديتايون لي كالكول، يعني غدير لنا داكشي بلي ديتاي بالتفاصيل باش كنبدا وشنو كندير من بعد شنو كندير من بعد. هادي هي اون ديتايون لي كالكول، هادشي اللي باغين هما. اما هادي راه ممكن نحسبوها في سطر ولا جوج سطور. هنايا غندير 5 زائد 44 نحسبها، نزيد عليها 1 نقص منها 7 او مفهوم، وغنحسبها في سطر واحد ولا جوج سطوره كاع الا طولت. ولكن بما انهم هما قالك اون ديطايون لي كالكول، يعني خصك دير كل عره. هادي ممكن ديرها في سطر بوحدها، دير 11 في 4 44 وتخلي 3 قسمه 3 حتى السطر اللي عفوا حتى السطر اللي من وراه عدد تخرجها مفهوم. اذا ملي يقولك اون ديطايون لي كالكول خصك تبع هاد المراحل هادو.
نشوفوا شي عمليه واحده اخرى. مثلا هذه، شوفوا هذه فيها 11 زائد 11 زائد 13 قسمه 13 في 7 ناقص. باش غنبدا هنايا اون فا كومونسي بار لي كالكول اونتر بارونتيز، بهادشي اللي بين قوسين. اذا هادشي كلشي غادي يبقى زائد 13 قسمه 13، هادي غتحسب 7 ناقص 6 واحد. دابا بقاو ليا ما بقاوش عندي لي بارونتيز، دابا غنشوف لمن لا بريوريتي، لمن الاولويه. الاولويه هنا للقسمه صافي. يعني غنخلي هنا 11 زائد 11، مع انه بامكاني نحسبها وندير هي 22 ونكمل. لا غنخليها 13 قسمه 13 هي 13 ديفيزي بار 13، اذا 1 فوا 1 صافي. ثم دابا غنتبعها بالضرب 11، غنخليها 11 زائد 11 باقي ما وصلتش ليها، زائد 1. عاد ندوز هنايا من اليسار الى اليمين، 11 زائد 11 22 زائد 1، عاد نكتب هي 23. مفهوم؟ 11 زائد 11 22 زائد 1 هي 23. مفهوم؟ اذا غادي نكملوا نشوفوا شي عمليه وحده. اذا هادو هما القواعد على العموم، هما اللي خاصكم تضبطوا، لان شوف والله الدروس هادو لي ساهلين. انا جاوني يعني مقارنه مع داكشي اللي كنا كنخدموه استعدادا للامتحان ديال السادس صراحه بسيط. مفهوم؟ فين كتبقى شويه الصعوبه في دوك المسائل. مفهوم؟ المسائل هما اللي كيبقى فيهم شويه ديال الصعوبه. نحاولوا من بعد نشوفوا شي مسائل هادو نحاولوا نخرجوهم. اما بالنسبه للتطبيق ديال داكشي اللي قرينا فهو بسيط. نشوفوا شي عمليه وحده اخرى باش ندوزو لداك تاع النشر والتعميل ديفلوبمون والفاكتوريزاسيون. نشوفوا شي عمليه وحده اخرى، واخا نشوفوا هاد، شوفوا هاد اف مثلا. هادي صافي، تيليشارجيو نتوما وخدموا كلشي. وكما قلت لكم اي سؤال بقى لكم ما عرفتوش ولا خليوه في لي كومونتير. اذا غنشوفوا هاد اف، هادي شنو فيها؟ فيها اف 8 زائد 9 في 4 زائد 3 قسمة 12 ناقص 9. واخا قلنا اون كومونس باغ ايفيكتوي لي كالكول اونتر بارونتيز، يعني نخلي 8 9 في 4 زائد 3 7، هنا ما بقاش عندي القوس 7، وغنخلي هنايا القسمة 12 ناقص 9 حتى السطر الاخر. هنا 8 زائد 9 في 7 مقسومة على 12 ناقص 9 3. انا تخلصت من الاقواس. دابا غنسبق الضرب والقسم. تساوي عندنا 8 زائد 9 في 7 63 ديفيزي بار 3 كتساوي 8، ونزيد عليها. دابا غندير العمليه ديال القسمه 63 على 3 تعطينا 21، عاد نجمع تعطيني 29. مفهوم؟ هادشي اللي كاين، يعني الامور بسيطه. الا كانوا عندي الاقواس كنسبق الاقواس، كان عندي الضرب والقسمه كنسبق الضرب والقسمه، عاد كندوز للجمع والطرح. هادشي اللي كاين في لا بريوريتي دي زوبيراسيون. غنشوفوا دابا الورقه الاخرى، غنشوفوا هادي ديستريبيوتيفيتي، قلنا هي ديك التوزيعيه ديال الضرب بالنسبه للجمع. واحد الورقه، اذا قلنا بالنسبه للتوزيعيه ان ملي كيكون عندي ك و ا و بي اعداد. مفهوم؟ دابا ولينا كنعبروا على الاعداد بالرموز. الا كان عندي ك هاد العمليه هادي زائد بي، فانني كنوزعها بهذا الشكل ك في ا زائد ك في بي، ك ا زائد عفوا ك بي. كنبقاش ندير داك الرمز ديال الضرب، ولا كان عندي هاد التعبير هذا ديال ا ناقص بي كتعطيني هي ك ا، يعني ك في ا ناقص ك في بي. فهم؟ هذه هي شفنا التوزيعيه ديال الجداء بالنسبه للجمع وبالنسبه للطرح. دون شاك ايغاليتي، في كل متساويه دو لا فورم اللي فيها هاد لا فورم هادي ولا هادي، غوتروف اي بي اي ك، يعني فينا هي ديك ك، فينا هي ا، فينا هي بي. اذا التمرين بسيط باين. اذا 5 في 3 زائد 4 راه باينه ان ك هي هاد الخمسه، هذا هي داك العامل المشترك، وان ا هي 3 والبي هي
أربعة، مفهوم؟ مثلا هنا كذلك تمنية في سبعة ناقص جوج اللي هي كتعطينا تمنية في سبعة ناقص تمنية في جوج، قلنا أنا بين جوج الأرقام ضروري نخلي الرمز ديال الضرب، ماشي بحال الرموز أو لا رمز أو رقم، مفهوم؟ إذا الكا هنا هي تمنية، لو كا ريبريزونت يعني الويت هي كي ريبريزونت هاد لا لتر كا، و لو سات ريبريزونت أ، إي لو دو ريبريزونت يعني كيمثل بي. باينة هنا كذلك 4.3 هي الكا، وهذه هي الا، وهذه هي البي. باينة عاوتاني هنايا نقدر نشوفها من هنا، نقدر نشوفها من هنا، لأن العامل اللي كيتكرر العامل المشترك هنا هو 7.2، مفهوم؟ وكتبقى الا هي 6.5 والبي هي 3.8، إذا هنا باينة فيهم كاملين. هنا نكملوها، عطينا هنا نكملو، هنا عندي تعميل، مفهوم؟ باش غنعمل، غنعمل بالعامل المشترك لو فاكتور كومان، جو فاكتوريز افيك لو فاكتور كومان. اذا شنو هو لو فاكتور كومان؟ ها هي العمليه الاولى ديال الضرب، ها العمليه الثانيه ديال الضرب. هنا عندي 62 وهنا عندي 62، اذا 62 هو لو فاكتور كومان مضروب فاش؟ في 14 زائد 93، لان هنا عندي بيناتهم الزائد. هنا كذلك هنا غادي نعملو اون فا ديفلوبي، غادي ننشرو، اذا هي 17 في 84 ناقص 17 في 59، ونحط ا وكا او بي راهم باينين. هنا هنا غندير التعميل لا فاكتوريزاسيون، عندي العامل المشترك هو تي، لان ها العمليه ديال الضرب الاولى، ها العمليه ديال الضرب الثانيه، اذا لو فاكتور كومان هو تي، افتح القوس سي في دي، مفهوم؟ هنا ناقص، عفوا ماشي في سي موان دي، لان بيناتهم ناقص. هنا غندير لو ديفلوبمون، اذا زد او نقدر بلا ما ندير، بلا ما ندير الضرب، ناقص زد في. غنجيو نشوفو هنايا كومبليت لي بوانتي، هنا غنكملو عاوتاني. عندي النشر، اذا هي 6 في 21 زائد 6 في 15، هنا عاوتاني 12 في 135 ناقص 12 في 42. هنا كذلك التوزيعية كنخدمو عليها، هنايا عندي التعميل لا فاكتوريزاسيون، فين هو العامل المشترك؟ هو 9. هنا كذلك عندي التعميل 1.2 في 0.6 و 1.2 في 0.3، إذا لو فاكتور كومان هو 1.2، أش بقى؟ 0.6 و 0.3. هنا كذلك عندنا لا فاكتوريزاسيون، هنا عندي 23 هو لو فاكتور كومان، غتبقى هنا 41 وهنا 98. هنايا عطاونا 21 في واحد العدد ناقص واحد العدد كيعطينا هادو، وحنا خصنا نلقاو النقط. اذا هنا شنو كاين؟ هنا كاين لو فاكتور كومان، العامل المشترك، شنو هو العامل المشترك؟ هو هاد 21، شي هو اللي غنكونو ضربناه في 57 وفي 49. هنا كذلك اف اكس زائد ايكغيك في ا، واخا نسبقو ايكغيك ولا نسبقو ا بحال بحال. اذا هنا واضح، حتى هنايا هنا لو فاكتور كومان هو 3، اذا هنا 3 ا ناقص 3 بي، كنعملو بالتلاتة كيبقى لنا بين القوسين ا و بي. هنا كومبليت لي بوانتي، خصك تكمل بهاد التساوي او لا يخالف، يعني واش احترموا ديك التوزيعيه ديال التوزيعيه والتعميل ولا لا. اذا هذا بسيط، غنشوفوا مثلا هذه هنا، هذه هي 7 في 9 ناقص 7 في 3، هما داروا زائد، اذا هنايا لا تخالف، مفهوم؟ اذا هادو التمرين باين. غنمشي للتمرين 5، غنمشيو ل5 و6، اما هذا راه بسيط، غير ديفلوبمون، يعني غدير لا ديستريبيتيفيتي يعني النشر او لا التوزيعيه. يعني غدير 5 في 6 زائد 5 في 9، 7 في 10 ناقص 7 في 4، 5.2 في 90 زائد 5.2 في 1.4. اذا فقط كتوزع هنا جوج من هنا، ماشي مشكل، هي 2 في 7 زائد، احترم غير هاد الاشارات اللي كاينين، واش عندك زائد ولا عندك ناقص، مفهوم؟ اذا هنا مثلا هي 5 في 7 ناقص 5 إيكغيك، تقدر ما ديرش بيناتهم داك الرمز ديال الضرب، مفهوم؟ اذا الامور كنظن هنا واضحه. غنجيو ليكزيرسيس 5، فاكتوريزي اون يوتيليزون لا ديستريبيتيفيتي، اذا هنا عندي الجداء موزع
مفهوم. انا دابا غادي نرجع نعملو صافي. اذا خصني نقلب على العامل المشترك. كنلاحظ هل الجداء الاول هل الجداء الثاني لو فاكتور كومان هو 5. اذا 5 حل القوس شنو عندي هنا؟ جوج. وعندي الرمز هو زائد 3 صافي. هنا كذلك الفاكتور كومان هو 6، بقاتنا هنا 7 موان 3 صافي، لان عندي الرمز الرد البال مع الرمز. هنا كذلك لو فاكتور كومان هو 3، هو اللي غادي نعمل به 8.6 ناقص 7.1. هنا لو فاكتور كومان هو 8 مفهوم. هنا لو فاكتور كومان هو 5 شفتي. كنحل القوس هنا شنو بقى؟ بقى 4 وهنا بقات 3، هنا بقات 6 وهنا بقات 8 مفهوم. اذا هنا ساهلين العمليات. اذا هنا الفاكتور كوما هو 9، هنا الفاكتور كوما هو 3، غندير 3 ا زائد بي. هنا الفاكتور كوما هو ا، هنا الفاكتور كوما كذلك ا. هنايا كنلاحظ ان هادو عندهم بيناتهم فاكتور كوما اللي هو جوج، وهذا ما عندوش ان فاكتور كوما. اذا غنشوفوا كيفاش غادي نديروا ليه. اذا بعدا كنشوف فينا هما الجداءات، فينا هما الجداءات. هذا جداء فهموني، انا كنقلب على الجداءات، وهذا جداء شفتي، هذه راه هي جوج في إيكغيك فهم، وهذه هي جوج في 3 زاد. اذا فينا هو لو فاكتور كومون؟ هو هاد الجوج هادي. اش بقى لينا هنا؟ إيكغيك. واش بقى لينا هنايا؟ 3 زاد. ملي كنعاود نشرها كتجيني هي جوج إيكغيك زائد جوج في 3 زاد فهم. ولا ما كانوش باينين، انا كنحاول نفكك كما شفنا في الدرس، كنفكك باش يبان ليا العامل المشترك. التمرين السادس سوا ديفلوبي او فاكتوريزي. اذا اما غتنشر اما غادي تعمل. اذا هنايا ما كاينش شي حاجه اللي صعيبه. هنايا العامل المشترك هو 4، هنا غدير لا فاكتوريزاسيون، هنا غتعمل بخمسة، هنا غدير لو ديفلوبمون غتنشر، هنا كذلك غتنشر، هنا غتعمل ها هو الجداء الاول ها هو الجداء الثاني، العامل المشترك هو 4. هنا غدير النشر، هنا كذلك غتعمل بتي لان ها الجداء الاول ها الجداء الثاني، العامل المشترك هو تي. هنا غدير النشر، هنا الجداء الاول الجداء الثاني العامل المشترك. شوف هنايا عندي بحال بحال. اذا اما غنعمل ب 0.5 ويبقى لي هنايا 0.2 زائد 0.2، اولا نعمل ب 0.2 ويبقى لي هنا 0.5 زائد 0.5 مفهوم. اذا هنا المسائل واضحه. نشوف هذاك التمرين الاخر واش فيه هنايا، هذا غنخليه لكم. اذا حتى هو بسيط، بغيت نشرح لكم هنايا هاد السؤال هذا شنو هي كالكول استيوزمون. استيوزمون لان لاستيوس، لاستيوس بحال قلتي هي الحيله مفهوم، يعني بطريقه ذكيه، حسب بطريقه ذكيه. ما قالكش انا اون ديفلوبمون لي كالكول، ماشي بحال هذاك التمرين الاول. هنا بواحد الطريقه ذكيه، ملي كيكون عندي واحد الحساب بحال هذا مفهوم، وما قالوش ليا هما ديطاي لي كالكول، يعني نخدمهم بشويه بشويه. اش كندير؟ خصني نخدمهم بطريقه ذكيه، يعني كنشوف المكملات مثلا ديال 10 نجمعهم مع بعضياتهم، اللي كيكملوا ليا 100 نجمعهم مع بعضياتهم، اللي كيكملوا ليا العشرات، وانا غادي باش كيجيني الحساب سهل. اذا هنا ما غنمشيش نحسب 99 زائد 453 زائد 1، لا غنحسب شكون الحساب اللي ساهل. هو 99 زائد 1 كيعطيني 100، كنزيدو 453 كيعطيني 503 وخمسين. غنجي هنايا شنو هو الحساب اللي ساهل هنا؟ باش غنبدا، غنبدا لان في الجمع والضرب واخا نغير الاماكن ديال الحدود ولا العوامل ماشي مشكل. اذا غنبدا ب 25 في 4 اللي غتعطيني 100 مفهوم. عاد نضرب 7 في 6 ونضربها في 100، غنزيد جوج الاصفار. اي عدد ضربناه في 100 كنزيد ليه جوج الاصفار. هنا شكون اللي غنسبق في الجمع؟ اللي غيكملوا ليا العشرات. اذا غنسبق 23 مع 7، وعاد نحسب 42 مع 8 غتعطيني 50، وغيولي عندي هنايا 30 زائد 50 هي 80. هذه هي كالكول استيوزمون مفهوم. هنا كذلك غنجمع هادو باش نتخلص من ديك الفصيله، 7.5 مع 2.5، اذا 5 النص مع النص يعطيني 1، غنزيدو على 2 تعطيني 3، نزيدو على 7 تعطيني 10، نزيدو على 62.6 غتعطيني 72.6. هنا كذلك شكون اللي غنصبق؟ غنصبق هذا
علاش؟ لان جوج في خمسة غتعطيني عشرة، غتخليني نتخلص من العدد العشري، مفهوم؟ جوج في خمسة عشرة، جوج ثلاثة ستة، الواحد سبعة، وغتبقى لي سبعة في خمسة. هنا كذلك شكون غنسبق؟ غنسبق هادو اللي غيعطوني مئة باش نزيدها على هادي ويجيني الحساب سهل. هادي هي استيوزمون استيوسيوزمون صافي. كالكول لي زيكسبرسيون سويفونت، هنا بداكشي اللي طبقنا اننا كنسبق الى كانوا عندي الاقواس كنسبق داكشي اللي بين الاقواس، وحتى داكشي اللي بين الاقواس في هذه الحاله هذه كنسبق تنطبق عليه الاولويه ديال العمليات. يعني نبدا بالضرب عاد ندير الجمع، هنا نبدا بالضرب عاد ندير الطرح، مفهوم؟ هنا نسبق القسمه وعاد ندير الجمع. بالنسبه لهذا ليكزيرسيس هذا، complete le tableau suivant après avoir fait les calculs dans ton cahier، يعني كملوا بعد ما درتي الحساب. هنا عطاوك ا وعطاوك ب وعطاوك سي، كل مره شحال كتساوي ا وكل مره شحال كتساوي ب وكل مره شحال كتساوي سي، وغتخدم بحال هكا ا زائد ب ناقص سي، غتحسب في دفترك. يعني هنايا عندي ا هي 10 ونزيد عليها جوج وننقص منها 3، اذا هنا عندي فقط جمع وطرح. غنبدا من اليسار، اذا غندير 10 ناقص 2 هي 8، ماشي السي، هنا السي هي 3، مفهوم؟ 10 زائد عفوا 10 زائد 2 12، ونقص منها 3 غتعطيني 9، وهنا غتكتب 9، مفهوم؟ ولا تكتب العمليه، حط العمليه وعاد اكتب. مثلا هنا عندي 10 ناقص 2 زائد 3، اذا 10 ناقص 2 اللي هي 8 وزيد عليها 3 غتعطيني 11. هنا غندير 10 زائد 2 في 3، شكون اللي غنسبق؟ غنسبق الضرب، 3 في 2 6، عاد نضربها في 10 غتعطيني 60، مفهوم؟ هادشي اللي مطلوب منك هنايا، كل رمز تعوضه بالرقم ديالو. هنا كانت ا هي 10، دابا هنا غتولي ا هي 5، اذا غتولي 5 زائد 1 اللي هي بي في سي اللي هي 4 ناقص 3، باش غنبدا بالضرب، 4 في 1 4، ونزيد عليها 5 هي 9، ونقص منها 3 هي 6. هنا قالك اسوسي شاك كالكول ا سون ريزولتا، يعني غتحسب وتصل بخط الحساب اللي صحيح، مفهوم؟ اذا بحال هنا غنسبق القسمه عاد ندير الجامع، هنايا ملي نتخلص من داكشي اللي بين قوسين عاد نتبعها بالقسمه عاد نتبعها بالجمع، مفهوم؟ هنا غندير الضرب والضرب، عاد ندير بيناتهم عمليه الطرح. هنا عدد كسري ساهل، حتى هو كنسبق فيه البسط كنسبق فيه الضرب، عاد الجمع ونقسم على هذيك 6. هنا كذلك نفس التمارين، اولويه ديال العمليات كل عمليه اللي كتسبق. هنا اجوت سي نيسيسير دي بارونتيز بور كو لي زيغاليتي سويفونت سوا فري، قالك زيد لينا اقواس، اجوت سي 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 نيسيسير، يعني الا كان ضروري الاقواس باش تكون هاد ليغاليتي هاد المتساويات صحيحه فري. واخا مثلا هنا غادي نشوف، هنا نورمالمون خصني نسبق الضرب، 5 في 2 10 زائد 4 14، اذا لا هنا ليغاليتي ماشي صحيحه، خصنا ضروري اون دو اجوتي لي بارونتيز. فين غنزيد لي بارونتيز؟ واش نزيدها هنا ولا نزيدها هنا؟ الا زدتها هنا غنسبق 4 زائد 2، 4 زائد 2 6 في 5 30، ولا درتها هنا يعني 5 في 2 10 قلنا زائد 4 ما عطاتناش، اذا ضروري نزيد القوسين هنا. علاش؟ باش ما نسبقش الضرب، خصني نسبق الجمع باش يعطيني 4 زائد 2 6 في 5 30، مفهوم؟ غنشوف هنايا غنسبق الضرب، 3 في 2 6 ونزيد عليها 1 7 صحيحه، ما نحتاج نزيد الاقواس. هنا مثلا خصني نسبق القسمه، مفهوم؟ خصني نقسم 11 على 2، 11 على 2 غتعطيني 5.3، 5.5، 5.5، مفهوم؟ 5.5 الى زدت على 7 ما غتعطي، على 3 ما غتعطينيش 7، مفهوم؟ اذا خصني ندير اقواس هنا، 11 زائد 3 14، 14 نقسمها على 2 غتعطيني 7. اذا بهذه الطريقه غتشوف واش غتحتاج الاقواس ولا ما غتحتاج الاقواس. بغيت نوريكم غير واحد التمرين اخر، لان شفتو في واحد الفرد وكاين هنا في الكتاب تيقول لك هنا هنايا كالكول دو دو مانيير ديفيرونت، حسب بجوج طرق مختلفه، ما عندما تخلع بجوج طرق مختلفه. عندي هنايا حساب، هاد الحساب اما كما شفنا غنخدم مثلا ا هي 7، والله الا الفروض انا ملي شفتهم ديال المستوى هذا ديالكم الا سهل من الفروض اللي كنتو كديرو في السادس،
زعما انا جاوني سهل والله. 10 ناقص 5 تساوي، اما غندير الطريقه الاولى، غندير الاولويه ديال العمليات. اذا غنطبق داكشي اللي بين قوسين 10 ناقص 5 5 عاد نضرب 7 في 5 35. اولا الطريقه الثانيه لا دوزيام فاصون هي اشنو؟ كندير النشر، 7 في 10 7 في 10 70. اذا كندير بحال هكا 7 في 10 ناقص، لان هنا عندي الناقص، 7 في 5 تساوي 70 ناقص 35 اللي هي 35. الى عطاوكم بحال هذا السؤال كالكول دو مانيير ديفيرونت، راه حتى لونيفير لونيفير كنظن دو مات، لان هذا الكتاب ديال لونيفير تا هو فيه الفيزيك والسيونس وفيه الرياضيات، تا هو فيه تقريبا بحال هذا الشكل، تا هو فيه تمارين تطبيقيه محلوله وفيه ديك الساعه ملي تعرفوا الكتوبه اللي عندكم، واخا تا قلت لكم دابا المهم ماشي هو الكتوبه والتمارين اللي في الكتوبه، راه تقريبا نفسهم غير الارقام اللي كيتبدلوا، المهم هو تقلبوا ما امكن على تمارين تخدموهم. تبعونا على صفحه الفيسبوك، راه غنخليها لكم في اسفل الفيديو، فين ما لقيت التمارين ان شاء الله اللي لقيتهم محلوله من الاحسن غنحط لكم التمارين مع الحل ديالهم باش تخدموهم بوحدكم ان شاء الله. اذا هذا الشيء اللي كاين بالنسبه لهذا بالنسبه لهذا الدرس هذا والتمارين ديالو. غيكون عندكم استعمال الاله الحاسبه، استعمال الاله الحاسبه سهله، يعني خصوصا ملي كتكون عندك هذيك اللي فيها الاقواس، راه كتخدم الاقواس باش كتحسب هذه العمليات هادو. اذا هادشي اللي كاين، نتلاقاو ان شاء الله مع درس اخر من الدروس هادو ديال الرياضيات والمواد الاخرى. بالتوفيق لكم، الى اللقاء.